العذراء، البستان الذي فاحت منه رائحة الحياة. أنت المنارة التي أضاءت علينا بسر التجسد، الزهرة المقدسة التي حملت لنا نسمة من نسيم الأبدية. بسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد الدائم الذي له المجد من الآن وإلى الأبد، آمين. عنوان الكلمة لقب ثيوتوكوس، وإزاي استخدم في الثيوتوكيات، يعني العذراء مريم في الثيوتوكيات كان الآباء بيستخدموا اللقب إزاي. طيب، لما نيجي عند القديس كيرلس الكبير في القرن الخامس هنلاقيه بيقول الآتي: إن الآباء لم يترددوا مطلقاً في استخدام لقب والدة الإله. طيب، لما نيجي يا قديس كيرلس في القرن الخامس وتقول لنا إن الآباء لم يترددوا مطلقاً في استخدام لقب والدة الإله، طيب أنت جبت الكلام منين؟ طيب تعالوا نشوف، عندنا شهادة، أقدم شهادة متسجلة لنا في التاريخ الكنسي لسقراط من القرن الثاني، بيقول إن اللقب ده بالضبط كان مستخدمه أوريجينس في تفسيره لرسالة روميا. يبقى احنا عندنا لقب والدة الإله من القرن الثاني مستخدم عند أوريجينس في تفسير رسالة روميا، إذن هو لقب مستقر في الكنيسة، مش إنفنشن من القديس كيرلس. فبالتالي ده يخلينا نأكد أن القديس كيرلس قال أن لقب والدة الإله هو لقب لم يتردد الآباء في استخدامه. طيب، النقطة الثانية بعد أوريجينس، هل وقف الموضوع عند كده؟ ولا أيضاً لم يتردد الآباء من بعد أوريجينس ككاتب كنسي، والآباء أيضاً بعد ذلك إن هم لم يترددوا في استخدام هذا اللقب؟ طيب، هنلاقي عند القديس كيرلس الأورشليمي استخدم هذا اللقب في عظاته للموعظين، واستخدمه أيضاً القديس أثناسيوس الرسولي والبابا ألكسندروس. القديس أثناسيوس استخدم اللقب ده في رسائله ضد الأريوسيين، والبابا ألكسندروس أيضا استخدمه، وكل السلسلة اللي احنا قلناها دي كلهم من آباء اسكندرية، يعني ده لقب ثيوتوكوس بحسب استخدام آباء اسكندرية. طيب، مشينا لحد ما وصلنا للقديس أثناسيوس الرسولي، وبعدين القديس كيرلس الكبير لما قال إن الآباء لم يترددوا في استخدام هذا اللقب. نيجي عن القديس ساويروس الأنطاكي أيضا في القرن السادس ونلاقيه بيستخدم هذا اللقب. إذن من هذا السرد التاريخي نقدر نشوف إن لقب والدة الإله كان مستقر في الكنيسة ويستخدم بلا غضاضة وبلا حساسية، وعلى عكس ما هو شائع أن اللقب تم استحداثه من القديس كيرلس أو استحدث في فترة لاحق، هذا لم يحدث بالمرة. طيب، التأكيد على لقب والدة الإله، هل هو بالتأكيد من أجل التمسك بمصطلح فلسفي مثلاً، أو التمسك يعني حاجة تنظيرية؟ الآباء لما بيستخدموا أي تعبير ما بيستخدموهوش بغرض فلسفي، وده هنشوفه كمان شوي. بس لما نيجي نشوف إن اللي اعترض على لقب ثيوتوكوس كان في الحقيقة واحد اسمه ثيودوروس المبسوستي، اعترض عليه، وده كان في القرن الرابع، وهو من المدرسة الأنطاقية اللي كان فيها قبل كده بولس الساموساطي. كان اعتراضه على اللقب أن التعليم في المدرسة الأنطاقية كان بيميل إلى الخريستولوجي بتاع الكلمة إنسان، بيفصله ما بين اتحاد اللاهوت بالناسوت. فهو كان يقول، وده كان قبل نسطور ومعلمه
وثيودروس المبسوسي من أعظم اللاهوتيين الأنطاكيين وأحد مفسري المدرسة الأنطاكية، فكان بيقول إن أنا ما أقدرش أقبل التعبير بتاع ثيوتوكوس أو ولادة الإله، بس أقدر أقبل التعبير بتاع خريستوتوكوس، ولو عايزني أقبل التعبير بتاع ثيوتوكوس ممكن أقبله بس بشكل مجازي، يعني أقبله كأن هي، لأن اتحاد ابن الله بالطبيعة البشرية أو اتحاد الله في المسيح كان اتحاد لافت للنظر على غير العادي بين البشر. الفخرنا ورأس خلاصنا وثبت طهرنا هي مريم العذراء التي ولدت لنا الله الكلمة الذي صار إنسان لأجل خلاصنا، وبعد أن صار إنسان هو الإله أيضا، فلهذا ولدته وهي عذراء. هي الأمومة التي حبلها وولاد الهضاء لا ينطق بها، لأنه بإرادته ومسرة أبي والروح القدس أتى وخلصنا. عظيم هو من بتوليتك يا مريم العذراء الكاملة، وجدت نعمة الرب معك، أنت هي السلم الذي رآه يعقوب. سرت على الأرض مرتفع إلى السماء والملائكة نبلون عليها. أنت هي الشجرة التي رآها موسى متقضة بالنار ولم تحترق. أي ابن الله الذي تحل ببطنك وأنا أنت هي الحق الذي لم يزرع وأخرجت ثمرة حياة. أنت هي الكنز الذي اشترى يوسف فوجد الجوهر مخفى في وسطه، وجد مخلصنا يسوع في بطنك ولدته إلى العالم حتى خلصنا. لأنه بإرادته ومسرة أبي والروح القدس أتى وخلصنا. سلام لوالدة الإله، تهليل الملائكة، سلام للعافي فكرزة الأنبياء. سلام الذي وجدت نعمة الرب معك، سلام الذي قبلت الملائكة فرح سلام للتي ولدت خالق الكل، سلام التي استحقت أن تدعى أم المسيح. سلام التي تدعى الله في خلاص آدم وحواء، سلام التي أعطت. كنا قلنا إن الآباء لما بيستخدموا أي تعبير ما بيستخدموهوش بشكل فلسفي أو تنظيري، لكن على العكس، انطلاقا من حقيقة أن التجسد الإلهي هو أساس اللاهوت الأرثوذكسي وهو أساس إيماننا المسيحي كله، هذه الحقيقة التي أكدها الآباء كانوا يصلون بها، فبالتالي تعبير ولادة الإله لم يكن تعبيرا من أجل إثبات عقيدة معينة ليس لها أصل بالكيان المسيحي. طيب لازم نتنقل على صلوات الكنيسة، لأن لما نتنقل على صلوات الكنيسة هيبان قوي إيمان الكنيسة. إحنا لازم نبقى متأكدين تماماً إن الكنيسة الأرثوذكسية تصلي بما تؤمن به وتؤمن بما تصلي به. المتلازمة دي ما ينفعش تتفصل، إن الكنيسة بتصلي باللي بتؤمن به وبتؤمن باللي بتصلي به. لما نيجي نشوف أول حاجة في الثيوتوكيات، هنلاقي مثلاً في ثيوتوكية يوم الأحد، هنلاقي السلام للقبة الثانية قدس الأقداس. طيب ليه في ثيوتوكية يوم الأحد بيقول قدس الأقداس القبة الثانية التي سكن فيها الله العلي مثلاً؟ لو رجعنا لنبوات العهد القديم
قدس الأقداس هو المكان الوحيد في الخيمة أو في القبة الذي يحل فيه الله. وبالتالي لما يصير العذراء أو الحشى البتولي هو الموضع الذي يحل فيه الله ويتحد بشعبه. كما كانت الخيمة في القديم كذلك صارت العذراء بالحقيقة في الجديد. إذن السلام للقبة الثانية، المقاربة هنا بين العذراء كمكان ومحل سكن الله واتحاده بالطبيعة البشرية، والقبة الثانية التي هي كانت الموضع الوحيد أو قدس الأقداس الذي يسكن فيها الله مع شعب. لما نيجي نخش على كذا تعبير تاني، نقول مثلا المجمرة الذهبية الحاملة جمر النار، المجمرة الذهبية، وده برضو في ثيوتوكوس يوم الأحد. المجمرة الذهبية هو اتحاد الجمر بالنار، هو اتحاد ابن الله بالطبيعة البشرية في رحم العذراء. فبالتالي هنلاقي مربوط قوي المجمرة بالعذراء، مربوط قوي تيشوري بالعذراء، مربوط قوي طيشوري بالعذراء، مربوط قوي المجمرة بالعذراء، لأن هو هذا المكان الذي اتحد فيها الله بالبشرية. أيضا يؤكد هذا الشرح الليتورجي على أن حقيقة التجسد هي المحرك الرئيس لكل شرح أرثوذكسي كنسي. هذه الحقيقة هي أن الله استعلن لنا وأخبر بذاته وكشف ذاته لنا. الثيوتوكيات هي جاية من كلمة ثيوتوكوس، وده تعبير ولادة الإله اللي احنا شغالين فيه. فلما نيجي نقول ثيوتوكوس ونقول ولادة الإله، فنلاقي دايما الثيوتوكيات بتعبر عن هذه الحقيقة، حقيقة أن العذراء هي ولادة الإله، الحقيقة التي تمس بالأحرى خلاصنا، التي تمس عقيدة التجسد الإلهي الذي هو صميم خلاصنا ونبع الخيرات التي تصلنا من المسيح بحسب تعبير القديس كيرلس.